الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد موضوع جديد. أولا الشكر الخالص لكم جميعا على تبعكم لهذه القناة المتواضعة، شكرا على تعليقكم، شكرا على اللايك ديالكم. علاش نيكي؟ هذا هو السؤال اللي بقى محير الأم ديال نيكي 20 سنة. نيكي هو واحد طفل يعني كجميع الأطفال، عايش مع والديه وأخته، كي يعشق كرة القدم وبالخصوص فريق أجاكس أمستردام، كيعشق المخيمات الصيفية إلى حتى صيف 1998. كان وقتها في عنده 11 سنة، مشى لواحد مخيم صيفي وبالضبط يوم 10 أغسطس 1998 على الساعة 8 صباحا كيدق جرس إنذار بإعلان عن اختفاء نيكي من الخيمة ديالو، وتتبين بأن يعني الاختفاء ديالو كان حوالي الساعة 6 صباحا. هذا الشيء اللي تأكدوا الأصدقاء ديالو، هذو هما الأصدقاء اللي كنشوفو يعني كان نيكي مجال عايش كرة في سنهم. في الأول ظنوا بأن نيكي يكون هرب، ولكن من بعد كيتبين بأنه تختطف. هذا الشيء جاء على لسان الأصدقاء ديالو، لأن تيقولوا يعني ما تقدرش تخرج من الخيمة بلا حذاء ولا نعال، ضروري ما تكون لابس شي حاجة. ولكن نيكي كانوا حوايجو مازال في الخيمة، والحذاء ديالو مازال تما كاينه في الخيمة، يعني نيكي تختطف. وفي اليوم الموالي اللي هو 11 أغسطس على الساعة 9 ليلا كتوجد نيكي جثة هامدة، عاري الملابس، وكيتبين بأنه تعرض يعني الاعتداء جنسي اللي أدى للموت ديالو. وبدأت الشرطة البحث ديالها إلى حتى نهاية نوفمبر من نفس السنة، يعني ما توصل حتى شي نتيجة، وحتى الحمد لله يعني لدين ما خرجت هي بشي ما خرجت حتى هي بشي نتيجة. وتقفل الملف ديال نيكي على بأنه ما كاين لا دليل ولا مجرم في القضية. وكيف قلنا يعني تقفل ملف القضية إلى حتى 9 يناير من سنة 2007 كيتلقى القبض على واحد الرجل في عمره 36 سنة، يعني كان هرز داك النصب التذكاري اللي كاين في المكان اللي لقاو فيه نيكي. ولكن من بعد كيتبين بأنه رجل مجنون حمق وتم الإفراج عنه. وفي سنة 2011 كيتم استدعاء واحد الشخص كشاهد مرتين، وفي سنة 2012 كيتم يعني هنا في هولندا تطوير الحمض النووي لادين، وهو يعني كيقدروا يشوفوا الحمض النووي ديال الإنسان عن طريق القرابة، يعني واحد من عائلة المجرم يمكن يتطابق مع الحمض النووي، يعني واحد من الأقارب ديال المجرم يقدر يتطابق الحمض النووي ديالو مع المجرم. هذا هو يعني وقع تطورات في هادشي ديال لادين. وكيتم نبش قبر يعني غنقولوا مدير المخيم اللي كان هو وقتها عايش وتوفى في 2010، كيتم نمش قبره باش يشوفوا واش الدينا اللي طلقات في التبان ديال نيكي كطابق مع ساعة ما كانش شي نتيجة. إلى حتى سنة 2018 كيتم استدعاء 21500 شخص، 21500 شخص اللي كانوا يعني وقت الجريمة كيسكنوا على بعد 5 كيلومتر من مكان مسرح الجريمة. هادو كلهم تدعوا باش يتشاف لهم الحمض النووي ديالهم، الا واحد الشخص يعني مرتين هو تيعترض باش ما يعطيش الحمض النووي ديالو، وهذا الشخص تم اعتقاله
20 سنة تقريبا في نفس مكان الجريمة. يعني قبضت لقات عليه القبض الشرطة العسكرية. من سولوه اش كدير هنا قال لهم يعني خارج كنتبرد بالبسكليت ديالو. المهم دونوا البيانات ديالو وتفرج عليه، ماشي كمتهم لانه كان غير تماك سيدور. وهذا الشخص هو اللي استدعته الشرطه في سنه 2011 اللي تصنتوا له مرتين كشاهد وتفرج عليه. هذا الشخص هو يوس بريتش. هذا يوس كان تيدير الكشفيه وكان موكلي رجل الطبيعه، يعني معروف حتى في غابات اوروبا سيرفايفر، تعيش في اي غابه كانت مولف موكلي كيف قلت. وفي 1985 كان تلقى عليه القبض في واحد جريمه تحرش جنسي، ولكن لما تنطفات الانظمه يعني السيستم ديال الكمبيوتر ما بان والو للشرطه في سنه 1998 باش يعني يكون متهم، لان كيف قلت راه تلقى عليه رلقاتو الشرطه العسكريه كيدور في مكان الجريمه تما كاينه، ومرتين تشنتو له البوليس ومرتين ما تيبغيش يعطي لادين ديالو. المهم كيف قلت المسمى يوس ملي ما بغاش مرتين يعطي لادين ديالو اضطرات الشرطه باش تمشي عنده للدار. ومشات الشرطه لعندو بالفعل الدار لعند العائله ديالو اللي قالوا بانه غادي يرجع في شهر مارس باش يتبرع بالدين ديالو، الى انه كذلك في شهر مارس ما حضرش. وهنا كيف قلنا بان يعني طريقه الحمض النووي عن طريق العائله تفاد الحاله ما بينت والو على يوس، الى ان كيف قلنا الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. وهو في شهر ابريل كتجي العائله ديال يوس باش تعلن عن اختفاء يوس، يعني مختفي. كيضطروا باش يعطيو الملابس ديالو للشرطه يعني باش يساعدهم في طريق البحث عليه، ولكن من الطف الصدف كيطلع ماتش دينا اللي كاينه في التوبان ديال نيكي هي اللي مطابقه على اللي كاينه في الحوايج ديال يوس. واخيرا بعد 20 سنه كيبان المجرم اللي اغتال نيكي في السن 11. المهم الشرطه دابا عندها متهم، ولكن هذا الشخص ما معروفش واش ميت ولا عايش، هذا هو اللي بقى محير الشرطه وخصهم يلقاوه باي طريقه. يعني وهنا كيتم البحث في جميع الاماكن ولا في حتى كي قلنا ديجيتال. المهم كي قلنا بحثوا في جميع المجالات وما بان الاثار، الى حتى كيجي واحد الشاهد هو اللي كيدل بانه كان اتصال معاه وتيقول دابا راه في فرنسا شي غابه فرنسا تماك مقيم. المهم البحث ديال هاد على هاد الشخص اللي دا ولا على هاد القضيه اللي دار ضجه في الراي العام الهولندي، وهو في 2017 تكونت لجنه خصيصا في مكان سري وجنه سريه اللي غادي تبحث في الامر ديال هاد الجانب. قلنا طرق لدين تطورات، الولد في التوبان ديالو تقريبا 21 نقطه سائل منوي، يعني خاصنا نجيبو هاد الشخص اللي دار هاد الفعله ولا نعرفو شكون هو، لان حتى الوالدين ديالو يعني بقاو السنين كامله متاثره، خصهم يعرفو غير اللي غير شكون اللي دار هاد الشيء في ولدهم. المهم هاد اللجنه اول مره فاش تعرفوا على الحمض النووي اللي طابق مع الحمض النووي اللي في الملابس ديال الجاني، كانت فرحه عارمه عند اللجنه بانهم توصلوا نص الطريق ولا عرفوا المهم بان الشخص شكون مولف على. المهم كيتم اخبار الشرطه الفرنسيه مساعدة من النيابة العامة الهولندية وكذلك الشرطة الهولندية باش يتم البحث عليه. وهنا كيتبين بأن واحد المرأة هي اللي كريالو واحد
شالي صغير في فرنسا، وكان تيجي لعندها في الدار. ملي قلبوا يعني ما لقاو حتى شي حاجه ديالو عندها في الدار، لا ملابس ولا اي حاجه، ولكن لقاو واحد الكمبيوتر ديالها كان هو يعني كيستعملوه مره مره. المهم بداو حتى هو البحث، وتم بحث في الشاليه اللي في الغابه يعني من طرف الشرطه ويعني والعسكر الفرنسي. هاد القضيه تخدم فيها الميليتير والبوليس الفرنسي والبوليس الهولندي. وفي نفس اللحظه اللي كانت تفتش فيها الشاليه ديال يوسف الغابه، كانت كذلك الشرطة الهولندية في هولندا كتفتش مكان البيت ديال الأخت ديالو، لأنه هو كان عايش مع أمه، أمه ماتت يعني، ومنين دار داك الفعل مشى خلى شي حوايج ديالو عند أخته، ولكن ما تصاب حتى شي حاجة يعني كتبين عندها علاقة مع الجريمة. وكذلك حتى في الشالي يعني لقاو شي مسائل ديالو، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي عندها علاقه مع الجريمه، لان كيف قلنا 20 سنه مرت على هاد الجريمه، يعني ما تلقى حتى شي حاجه، ولكن الا الحمد النووي سبحان الله هو اللي غادي يبقى. المهم شهرين ديال البحث تمات وما بان عليه اثار، وهنا اضطروا باش يعني تنشروا الصور ديالو في جميع انحاء فرنسا وفي هولندا، وبانت الصوره ديالو لاول مره شكون هو الجاني في قضيه نيكي. الى حتى كتجي واحد الاخباريه وكيتعرف بانه كيتوجد في شي غابه في اسبانيا، وفي نهايه سنه 2018 كتلقي الشرطة الإسبانية القبض على المسمى يوس بحد غابات إسبانيا، وكتسافر من يعني أفراد من نفس اللجنة اللي كتتبع القضية ديال نيكي إسبانيا باش يتم ترحيله للديار الهولندية، وكذلك تيمشيو يشوفوا المكان اللي تلقى عليه القبض، وكذلك المكان اللي كان عايش فيه في الغابة. المهم بعد ايام كترحل من اسبانيا لهولندا، وكتبدا المحاكمه ديالو من 20 وكتبدا المحاكمه ديالو من 20 نوفمبر 2018، ولكن يوس منكر هاد التهم اللي عليه، اعترف بانه كان في مكان الجريمه، ولكن شنو جا في القول ديالو بانه كانت تما، كان الصيف وقتها، وكانت دورت الماكينة صارت انتباهه شي حاجة حمراء، مشى لقى دري صغير في الماكينة ميت، جس النبض ديالو وخاف ما عرف ما يدير وهرب وخلى داك الشيء هكاك ما قالها حتى شي حد. ولكن النيابة العامة واجهته اش كدير لادين ديالك في التبان ديال الطفل، هذا هو باش واجهته النيابة العامة. وبقى في مداولة يعني سنتين، إلى حتى لهاد السنة ديال 2020 عاد تمت المحاكمة ديالو، حكمت عليه المحكمة ب 12 عام ونص سجن، ويعني قليلة في حقه، راه يعني هذا خصو المؤبد، لأن 12 ونص دار جريمة 20 سنة، جريمة ضد طفل بريء ما دل بيديه ولا برجليه. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي كيأدي ولاد الناس. وكيف قلت يعني وقتها صاب سنه 53 سنة، اللي هاد الجريمة هذه 20 سنة باش دارها، كان وقتها 33 سنة في عمره. وكيف قلنا الروح عزيزة ديما عند الله، الروح عزيزة عند اللي خلقها، شحال ما تخبات الحقيقة راه كتطلع الفوق، كتطلع الفوق ما عمرها تبقى لتحت. نطلب من الله ناخذ شي إفادة جميعا من هاد الجريمة، ونطلب من الله نكون عندها حسن ظنكم، وشكرا لكم جميعا. ما تنساوناش بلايك
ما تنسوناش ديما بتعليقكم المحفز، والسلام عليكم، احترموا الوجه.